جميعا. سويسرا بلد فريد من نوعه بأوروبا، انشهر بالمصارف إدارتها وسريتها، ولكنه انشهر أيضا بطبيعته الخلابة ومدنه وقرى الحلوة. رح نكمل جولتنا بسويسرا حتى نتعرف على مناطق أكثر وبالطبع أكلات جديدة. نيون مدينة حلوة بتتميز بكونها مبنية على التلة، مما أعطى طرقاتها وبيوتها طابع خاص فيها. محاطة بالجبال والثلوج، نيون تمتد أيضاً على أطراف بحيرة ليمان المعروفة أكثر باسم بحيرة جنيف، وبيزين شاطئها كورنيش حلو في العديد من المقاهي ومطاعم السمك، وأشهر أنواعه هون هو البيش. شيف كريستوف من نص المطبخ وبكل عجقة المطبخ والطلبات اللي عم تنزل عليه رح يعلمنا كيف بيعملوا فيلي دو بيرش مونيير، واللي هي أكلة كتير مختصين فيها هون، وهي أكيد من السمك. ولحتى نعمل هالأكلة نحن بحاجة لا يلحق إلا الشيف كريستوف. بونجور. بونجور. ألوغ بور فير سو ديليسيو بلا، une douzaine de filets de perche frais. 12 filets من السمك البرش. Alors on a l'assaisonnement sel poivre. ملح وبهار او فلفل اسود. عصير حامض. وي. بيرسيل. بقدونس مقطع. Et farine pour assaisonner pour pas que ça attache à la poêle. وطحين حتى نخلط فيها الفيلي حتى ما تلزق. Du beurre. وزبدة. Frais. Et voilà, on attaque. Et voilà, on attaque. Alors c'est parti. OK. Un peu d'huile. منبلش اكيد بنحمل مقلايه بالاول، بنحط فيها الزيت. بنحط الطحين على السمك. سل. وي. بنحط الملح. والبهار. ومنخلطهم منيح لحتى يتغلفوا كلهم بالطحين. Si on n'a pas de filet de perche, est-ce qu'on peut faire la même chose avec d'autres n'importe quel genre de poisson. ممكن هاي اوكي ومنقليهم بالزيت السخن. هاي الاكله او الصوص المرافقه لهالاكله ممكن تنعمل باي نوع سمك، فيلي من السمك، بس الاختصاص تبع هون هو هيدا النوع من السمك. Et on les cuit. Tout à fait. Avec l'huile bien chaude. Oui, bien sûr. On met عليهم شوية زبدة. Ça donne du goût et ça donne la couleur aussi. Oui. بيعطي طعمه وبيعطي لون حلو للسمك، هيك بيطلعوا حمر محمرين. Ça prend à peu près combien de minutes? 3 minutes à peu près. 3 دقايق تقريبا بيكونوا استووا وتحمروا وتأمروا. واو، لي فو دارتيفيس. بنقلبهم شوي. وي. Elles sont petites les filets, donc ça se cuit vraiment très vite. Oui. لأنه الفيلي صغار ورقاق بيستووا كثير بسرعة. C'est un plat populaire, les gens aiment bien manger ce plat. Ils adorent ça. Ils adorent les filets de perche. Ouais. C'est le plat national presque. Presque. Non, mais ça marche, ça marche toute l'année. Mm-hmm. Voilà, là les filets de perche vont être finis. OK, elles sont bien cuites. On peut dire que c'est un plat qui est très bon, mais il est presque le plat national. On va les dresser. C'est à vous. Il nous faut du beurre. Beaucoup du beurre. Pas mal de beurre. Pas mal de beurre. C'est bon pour la ligne. C'est bon pour la ligne. Pour la ligne. Oui. C'est bon pour la ligne. Tout à fait. On rajoute du zabda. مع انها بتنصح بس طعمتها طيبه. حط لها ملح وبهار. بنزيد عليها البقدونس المقطع. ملعقتين صغار تقريبا. وحامض. Et voilà le son du citron. Hmm, ça sent bon déjà. ريحه الزبده مع الحامض طلعت كثير طيبه. Essaye. C'est super. Ouf. خلصت. سريعه.
وبعتقد انه طيب لان ريحتها حلوه. بنزينها بالحامض مثل دايما السمك مع الحامض، وشقف حامض ملونين، وعروق بصل اخضر صغار، وطماطا وكل تابلو سوا كومبلي لحتى تكتمل اللوحه. اكيد العين بالاول بتاكل، بعدين الواحد بيدوق. الي فريت والبطاطا المقليه جي لا فورشيت لا مان اي جو بو با اتوندر بور غوتي، ما قادره انطر لحتى ادوقها. سون فريمون ديليكات. واو واو سي سوبر. ميرسي بوكو. ناخد القطار ومنبقى على أطراف سويس ريفيرا ومناظرها الخلابة ومنتجه لمونتخو. هالمدينة بطقسها المعتدل وأشجار النخيل ومناظر الجبال والمياه المحيطة فيها بتنافس كوت دازور الفرنسية باستقطاب المشاهير والأغنياء. مونترو مدينة التسلية والفعاليات، مشهورة بالجاز فيستيفال ومحلات الشوكولا. محلات تريستاني من أكثر المحلات المعروفين بالمنطقة اللي بيشتغلوا شوكولا وبيخترعوا اختراعات كتير طيبة بالشوكولا. ولحتى واحد يحصل على الشوكولا أكيد هو بحاجة للشوكولا، حبوب الشوكولا والبودرة والزبدة الشوكولا، الحليب، سكر والفانيل. لحتى واحد يحصل على الشوكولا، خليط الشوكولا بكميات كبيرة، هي بدها معامل كتير كتير كبيرة. هن ما بيعملوها هون، هن بيجيبوا خلطة الشوكولا من المعمل، بيعملوا لها اضافات معينه وبيشتغلوها هون بطريقه معينه اللي حيفرجينا اياها هلا. مزيج الشوكولا هذا بدوبوه كل الليل على حراره 45 درجه لحتى يصير سايح ويقدروا يشتغلوا فيه بالنهار. اي ولا كومسا، كل يوم الصبح بيعملوا هالعمليه هيدي لحتى يبردوا الشوكولا ويقدروا يشتغلوا فيه. ميرسي. Ça a l'air facile. Est-ce que c'est facile vraiment ou bien c'est compliqué? C'est assez compliqué parce qu'il faut... Là, on va le refroidir puisque notre chocolat de la nuit est arrivé à 45 degrés. Mm-hmm. On doit le refroidir à 27 degrés. Et comment vous savez que c'est, à... que c'est 27 degrés? Alors, parce que j'ai pris un tiers de mon chocolat. Mm-hmm. Et à l'œil, je verrais bien l'onctuosité. Mm-hmm. Le chocolat descend. Que je peux le remélanger avec l'autre. OK. ببردوه لحتى يوصل لدرجه 27 وبيعرف انه وصل لدرجه 27 من المزيج، يعني قديش صار لزج قديش صار رخو. وهيدي اكيد بدها خبره. Il faut être vraiment professionnel pour pouvoir savoir seulement de la température comme ça sans. C'est des longues années de travail. D'expérience, hein. C'est l'expérience. Voilà. Et de passion, de plaisir. Mais là, on voit, vous voyez, il commence à être plus onctueux. Wow, c'est vraiment beau. Ah. Je pense que c'est des années et des années, c'est sûr, de l'expérience pour que quelqu'un puisse savoir quand il arrive le chocolat à la degré demandée, la degré de température demandée. Il fait ça avec tout l'amour pour cette chose. Il a 8 ans ici, mais depuis qu'il est petit, il travaille au chocolat. Ce fistouk al-halabi, après qu'il le chauffe, il ajoute un peu de sucre. بيطلع بهالطريقه. هلا وقت انه يخلط الفستق الحلبي مع الشوكولا. كل بونور كل بونور عم بقول ملا سعاده. Ça fait longtemps que vous faites ça et vous le faites toujours avec amour. C'est très important pour faire du bon chocolat. Ouais. مع انه صار له سنين بيعملها للشغله بس بعده بيعملها بحب كثير كثير كبير، وهذا شغله مهمه للشوكولا. L'amour et la passion sont c'est ce qui fait énormément. Ouais. Ça. Et voilà. Et on mélange. Je vous montre. Ça c'est très beau. Voilà, ça c'est des instants uniques. Tir halo al manzar. Mais comment ça se fait que vous êtes toujours mince comme ça? Ah bon, on travaille beaucoup puis on rigole beaucoup. Ah c'est bien. C'est... Parce que goûter à chaque fois du chocolat, c'est pas facile. مع انه بيشتغل دائما بالشوكولا بس بعده محافظ منه نصحان. Donc il faut vraiment savoir comment choisir les pistaches hein. Ah oui, c'est un travail de longue haleine. Parce que ces pistaches là vraiment le goût est formidable. C'est unique. Ouais. C'est unique. كثير مهم واحد يعرف كيف
هو بيعرف كيف يختار الفستق الحلبي. يعني هذه كلها اشياء كثير مهمه بصناعتهم، انه يختار اطيب اشياء موجوده والطعمات كيف تمشي مع بعضها. هذا الفستق الحلبي خصوصي من سيسيليا بيجيبه. Et c'est vrai qu'ils sont légèrement rôtis. Il ne faut pas un four plus que 180 degrés. Mm-hmm. Et un fin caramel blond, mais vraiment blond, hein, léger, mm-hmm. tout en finesse. Je veux dire que c'est très important de chauffer le fistou al halabi. Il ne faut pas le chauffer trop. C'est une des secrets du métier. Et le caramel est très léger et très fétiche. Et voilà. Et voilà. بأكثر وسيلة نقل راحة بسويسرا القطار، نتجه على مدينة الحركة فيها ما بتوقف، زيوريخ. مثل أكترية المدن السويسرية فيها بحيرة، بس فيها كمان نهر ومدينة قديمة رائعة. زيوريخ قدرت تجمع بين القديم والحديث، ففيها محلات ومطاعم عالمية من كل الأنواع، وفيها أكيد مطاعم بتقدم طعمة سويسرا الأصلية. التجول بين أزقة زيوريخ الملتوية وبيوتها القديمة بيعطي فكرة عن ازدهارها منذ القدم، فمع نهاية القرن التاسع عشر تحولت لمركز قوي لإدارة المصارف واستحقت اسمها زيوريخ، أي تو ريتش، أي غنية جدا. بعد ما تعرفنا على مدينة القديمة نتعرف على أكلها. من الأكلات اللي كتير معروفة بزيوريخ في أكلة رح يعملنا إياها الشيف باتريك، صراحة ما كنت أحفظ اسمها للأكلة، بس هي معمولة من لحم العجل، البصل والفطر والكريمة. هلأ هو رح يقلنا شو اسمها. How are you, Chef Patrick? I'm fine. Good. What's the name of the dish? I can't remember it. It's Zürich Geschnetzeltes. هيدا هي. Okay. 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 So we start. We start. We talk first the champions. Okay. The mushrooms. Cut them in pieces like this. أول شيء منقطع أكيد الفطر، فطر الأبيض. نعم. لشقف صغيرة. Like this. نص بصلة منقطعها كمان كتير صغير. Without finger. Of course. ما بنقص اصبعنا معها. That's very small. Okay. Small one. And then we have. And then we have the veal cut also to small pieces. Yes. Small slices. يكون عنا العجل مقطع على شرحات طويلة ورفيعة. And then we have to go and cook it on the fire. هلا لازم نقليهم على النار واحد ورا الثاني. Okay. بعد ما قطعنا الفطر والبصل بنحط الزيت على النار بمقلى سخن جدا. Okay. Should be hot. ومنحط أول شيء. So first we put the meat. منحط اللحمة أول شيء. Attention. This very good. Attention. You like fire, huh? Not really. Okay. Okay. So we got to have it very hot one. Yeah, we make it brown. Brown. For a few minutes. Three, four minutes maybe? 3 minutes, okay. 3 minutes. 4 دقائق بنحمرهم في الزيت. Like this? Yes. And then we salt it and pepper it. Okay. Attention of the hair also. Yes. Great. بنحط رشة ملح. Pepper. وبهار. Then every part should be brown. Yes. Then لازم الجهات كلها تتحمر. In this one. Just to get the oil out. You take. So you put oil and butter. A little bit oil. شوية زيت وشوية زبدة اللي عم بحضر الصوص البيضة اللي حتنحط فوق اللحمة والفطر. Then. Champions. The mushrooms. Mushroom, sorry. Champion is champion. Champion. Champignon. Champignon. منحط الفطر والبصل together. Yes. And now we make
And now we make a show. Yes. ونقليهم مع بعض. That's a heavy pan. What? It's heavy. تقيلة المقلة تبعيتهم. Yes. It's iron one. Iron. It's iron, yes. So it should be not burnt. Mm-hmm. Oh. That's so good. It's okay. Okay. So it's better to keep it a bit not very soft, a bit hard, yeah, the mushrooms. Yes, yes. And we put also a little bit pepper and salt. Yes. ما كتير بيقليهم لحتى تضل الفطر لما نعضى هيك نحس فيها بعدها شوي جامده ما كتير صارت طريه. You smell the pepper, huh, now? Yes. It's good. Now we take it outside and usually بنحطهم فوق اللحمه. نحط شويه مي بالمقله لحتى ترجع تطلع كل الطعم اللي لزقت بكعب المقلى ومنزيد المي اللي نزلت من اللحمة والبصل والفطر. Now we recook it. Wait, it's yes. A bit. To collect all the taste yes. from the pan. Yes. خليها شوي لحتى المي ترجع تجمع كل الطعم اللي كانت ملزقة بالمقلى. ومنزيد okay. الكريمة السائلة. منخليها على النار لحتى تغلي شوي وبس نحسها بلشت تسمك نقدر نزيد لها هدول. وهلا بعد شي خمس دقائق تقريبا بس صارت الصوص سميكه بنزيد عليها اللحمه البصل والفطر اللي كنا قليناهم بنشيلها شوي عن النار وبنزيد لها just a little bit كريمه مخفوقه and we mix it وبنخلطها مع بعض. Okay, so now the color is a bit lighter. هيك صار لونها شوي افتح واكيد بتعطيها طعم كمان. عادة بياكلوا هيدا الطبق مع الرويشتي اللي هو معمول من البطاطا المشهورة كثير هون او مع رز او حتى سباجيتي. حوالي 500 مقهى ومطعم بزيورخ عندهم جلسات خارجية على الأرصفة، فهالمدينة صارت بتحمل طابع خاص بيميزها عن غيرها من المدن السويسرية. مع أنها مزدحمة وعدد سكانها 1,229,000 نسمة إلا أنها مدينة مريحة وفيها كتير أماكن للاسترخاء إن كان على ضفاف النهر أو بمشوار صغير بالبحيرة ومناظر رائعة. زيورخ مدينة البنوك عم تتحول لمدينة سياحية ففيها حالياً 2000 مطعم من كل الأنواع. زيورخ صارت معروفة بالمحلات أو بالمطاعم اللي كتير انترناشنال بيقدموا فيها أكلات كتير حديثة نوعا ما وخلطات شوي جديدة، فهيدي فرصة حتى ناخد هالوصفة الحلوة اللي معمولة من لحم البوفالو أو اللي هو الطور البري مع الشريمب الروبيان وفي معها كوسة بندورة وأعشاب وزيت وآخر شيء بحط عليها صوص لوبستر شكلها كتير كتير طيبة. في معنا هون الشيف فريتو اللي رح يحضر لنا إياها. Are you ready, chef? Okay. Okay. I'm ready. So, we can start this beautiful and colorful dish. Okay. So, first we have to tell. Yes. What are you doing? I make further. You make a hole. Okay. Yes. فإذا بعد ما نحط الشريمب أو الروبيان بقلب اللحمة بنحط لها الفلفل الأسود من الميلتين. نرجع بنحط لها الملح. And then we cook it. Cook it, yes. With olive oil. There's yes. olive oil here. Yes. كنا حاطين بالمقلى زيت زيتون. بنزيد لها شوية زيت زيتون. وبنحمرها من الميتين. For how long you keep it here? 10 minutes. 10 minutes? Yes. From you know, for both sides, 10 minutes. 5 minutes. 5 minutes each side. اوكي بنخليها تقريبا لمده 5 دقائق على كل ميله لحتى تحمر وتاخذ لون حلو من وطعمه زيت الزيتون. هلا بصارت اللحمه جاهزه. It's ready now, right? Yes, we can yes. work with the vegetables. Yes. اوكي بنحط اللحمه على جنب. We put it on the side. اوكي. وبنشتغل بالخضره اللي هي حاطه نوعين من الكوسه، كوسه اخضر وكوسه اصفر. اوكي. Okay. Also with olive oil. نحط شوية زيت زيتون. Wait. نخليه يسخن شوي. Okay, I think it's ready. بنحط الكوسة.
نزيد عليها الاعشاب الروزماري او نوع من الزعتر، الزعتر البري. You just make it saute, it's not really frying. بيتقلق بشكل كتير سريع. Beautiful colors. Nice colors. بعدين بزيد عليها البندورة الصغيرة. هيك صار في خليط ألوان كتير كتير حلو. رشة ملح. ورشة فلفل. The smell of the herbs is nice. ريحة الأعشاب كتير حلوة طلعت. Yeah, I think now it's finished. Okay. Only 1 minute. 1 or 2 minutes and then you put it with the meat. Yeah. دقيقة لدقيقتين تقريبا وبحطها حد اللحمة. هلا بعد ما استوت اللحمة والخضرة صار وقت انه نجهز اللوبستر صوص واللي هي مكونة من زبدة اللوبستر اكيد بتتلاقى بالسوبر ماركت الكبيرة مع الكريمة وبعتقد شوية زبدة وملح وبهارة. هلا بنشوف كيف. اوكي سو وي دو ذا لوبستر صوص. This is cream. This is cream, yeah. بنحط الكريم بالمقلى صغير وبنحركها على النار. We just need to heat it, right? بنزيد عليها زبدة اللوبستر وبنخلطها كتير منيح مع بعض. بنحط لها شوية ملح وشوية فلفل أسود. It's a very original combination. The bison with the lobster sauce and the shrimp. It's quite nice. خلطة غريبة شوي، لحم البيزون مع اللوبستر صوص وال نخلطهم نرجع منيح مع بعض. ومنزيد نص ملعقة صغيرة تقريبا من الزبدة. And we mix again. You need the electric mixer. ونخلطهم بالخلاط الكهرباء لحتى هيك لحتى ينخلطوا كتير منيح مع بعض. ولطريقة التقديم بنحط أول شيء الخضرة بالصحن. بعد ما نحط شقفة اللحمة اللي بنخليها ترتاح لدقيقتين حتى تحتفظ بالسوائل بنزينها باللوبستر صوص. واللمسة الأخيرة بتكون أعشاب، نفس الأعشاب اللي استعملناها مقطعة ومعمولة مع زيت الزيتون بنرشها على الوجه. من سويسرا والبحيرات وجبال الثلج والمناظر الرائعة بودعكم، وعلى أمل نلتقي فيكم بحلقة جديدة. باي باي.